ترحب يا معاذ، تاجر بزنس. شنو مميزات جلسة بيشة اللي تميز هي عن الجلسات الثانية؟ يا سلام، أنا بهاي السالفة. أنا أبي السؤال ذا، الله يسعد أمك. حاضر. حلو. وش اللي يميز الجلسة؟ اللي يميزه إن ما في أحد في البرنامج من يوم دخلنا إلى يومك ذا فتح جلسته واكتب رأي، يعني يوم السبت. هذه نقطة واحد. هذه نقطة. نقطة ثانية، دقيقة، في نقاط واجد. هذه الميزة الأولى. تختلف. حلو. هذه الميزة الأولى. حلو. ممتاز. أنتوا صح يمكنها في عينكم أنها تشوفونها عادية. وقتها غلط. لا تشوفونها عادية يعني. في عيننا نشوف أن وقتها غلط. بس حمد حدد، شوف بين الصوتين، بين صوت المغرب والعشاء. ها. إي. وفي وقت فيه إبراهيم بعد ساعة ونص. ساعة. كمل. صوت عايض. سمعت؟ صوت عايض والله، كمل. عياطك خلنا عد ود. كمل تكفى عشان ما ننط بسرعة. خلنا نعلمك. هذه الميزة الأولى. النقطة الثانية. الميزة الثانية إن علشان وقت الضرايب إذا طلع واحد من العيال، إذا قدام يطلع واحد من العيال يكون حاضر التدشين. يعني آخر شيء يحضر سعود الوازعي جلسة حمد الكلوبي وماجد الشين. ميزة قوية. ثالثة. أتحدى أي واحد منكم فاز بها. ثالثة. ها؟ يا أخي نسمع صوت أخوي أنا. يا اخوي انا بقول لك رجاله قاعد تصلي على النبي والله لو هيك يعني تخيل انك تطلع قاعد ما راح تقدر تشوفهم حتى لو توايق قدامك طالع عليك ضغط عليك يا ذكي إيه؟ تخيل انك تطلع بس في الشارع تودع خويك تخيل تشك 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 في كل زاويه بعيسى اصبروا لي يا اخي والله هذا انا صوت عطني